السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أجمل لحظات السعادة هي حين تحقق أشياء يعتقد الناس أنك لا تستطيع تحقيقها، فكلما كانت العقبات أكثر صعوبة كانت لذة النجاح أكثر جمالا. كم نحن محظوظين اليوم بلقاء شخصية ملهمة واستثنائية، وهي قدوة للشباب، علشان نعيش وياكم لحظات ملهمة تعلمنا الكثير لخدمة وطننا الغالي. نرحب بكم في إحدى جلسات 100 موجه، ونتشرف بالشخصية الرائعة والمميزة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، فليتفضل مشكوراً لافتتاح الجلسة الاستثنائية. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزيرة شمل المزروعي، حضورنا الكريم، الشباب والشابات الموجودين عندنا في هذا المسرح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أشكر معالي الوزيرة على هذه الدعوة وعلى اختياري أني أكون من ضمن 100 موجه في هذا المجال، كل الشكر لكم. أنا حبيت أشارك يعني في هذه المبادرة وفي هذه الجلسة، ليس لكوني موجه، فأنا لست بموجه يعني، ولكن كوني عشت في فترة يمكن التقيت فيها بالكثير، واجهت الكثير من اللحظات التي ألهمتني في الحياة، وحبيت أشارككم هذه اللحظات. مثل ما الكل يدري أن العمر كله، الحياة كلها عبارة عن لحظات. يعني أنا الحين لو أطلب من كل واحد أنه يتخيل لحظة واحدة في حياته، شو هي هاللحظة اللي راح تخطر على باله؟ هذه اللحظات طبعاً كثيرة، اللحظات قد تكون حزينة، لحظات قد تكون مفرحة، لحظات فيها أمل، لحظات فيها سعادة، لحظات فيها حزن، لحظات فيها حب، لحظات فيها كره. لحظات تعلمنا الصبر، وكذلك تعلمنا التعايش مع الآخرين. فاللحظات كثيرة، ولكن أهم من هذا كله استغلال كل لحظة بحيث أن الشخص يستفيد من تلك اللحظة في حياته، ويجعل منها شيء يستطيع أن يستفيد منه. طبعاً أنا يمكن شخص أحب التصوير، فقررت أن بدال ما أكون موجود بينكم وأحاضر بطريقة تقليدية، قلت خلى أشوف إذا أقدر أوصل لكم الرسالة عن طريق بعض الصور. أنا في اعتقادي يعني أن الصور تتكلم أكثر من الكلمة نفسها، لها تأثير أكثر من أي كلمة ممكن تخرج من على هذا المسرح. فالواحد عشان يعني توصل المعلومة بكل سلاسة، فاخترت لكم مجموعة من الصور بحيث أن نستطيع من خلالها أن نشرح هذه اللحظات في الحياة. طبعاً قبل هذا كله، الواحد قبل ما يركز على هاللحظات يجب أن يعرف إلى أين يمشي، ويجب أن يعرف أيضاً من هو قدوته في هذا في هذه اللحظات. طبعاً بالنسبة لي أنا، ربما في الصورة طبعاً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ومعه الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب الحاكم، هم في الحقيقة قدوتي في هذه الحياة. الوالد الله يحفظه يعني علمني الكثير، استلهمت منه كيف تتعامل مع الآخرين، قدوتي في التعامل مع الآخرين، تعلمت منه كيف تربي أبنائك مثلا. أيضا صاحب السمو هو قدوة يمكن للكثيرين الموجودين عندنا في هذا المكان. صاحب السمو قائد يلهمنا أو يعلمنا كيفية التواصل، كيفية العمل بجد وإخلاص. صاحب السمو طبعاً هو قدوة بالنسبة لي أنا، مو من اليوم ولكن منذ الصغر. يعني صاحب السمو من أيام الطفولة، وأنا يعني أراه
قدوة مثالية. هالسورة في 85 على فكرة، يمكن كلكم مو موجودين في 85. فصاحب السمو كان لديه نظرة مستقبلية، يعني دائما ينظر إلى الإنسان كعنصر أساسي ومهم في الحياة، التركيز دائما على ما بخمس سنين من الآن لكن 20 سنة 40 سنة من الآن، وين بنوصل بهذا الإنسان؟ وإذا أقولكم أنتوا بالتحديد امتداد لما بدأه أيضا صاحب السمو. صاحب السمو في سنة 85 بدأ أول مركز للأطفال، مراكز الأطفال انشئت في الشارقة في عام 85، ومنها خرج برلمان الطفل أو برلمان الأطفال في سنة 97، وكان من أوائل البرلمانات في المنطقة، ومثل ما ذكرت أنتم امتداد لهذا الشيء. وأصحاب السمو الشيوخ كذلك حكام الإمارات أيضا رأوا أهمية في هذا الشيء، ولذلك نرى أيضا مجالس الشباب الآن منتشرة في كل مكان في كل إمارة، وهذا شيء يشجعنا على يعني أن ندعم الشباب في هذا المجال. فهذه لحظات مهمة في تاريخ صاحب السمو، يعني تلهمنا إلى التفكير بالأطفال وبالشباب. في حد يعرف وين هذه الصورة؟ الكبار بس قالوا معرض الكتاب. هذا يمكن من أوائل المعارض في إمارة الشارقة، يمكن معرض الكتاب طبعا بدأ في سنة 82، يمكن ما حد يتذكر كم واحد يعني في الصف الأول. كنت أنا أكبر واحد، بس الحمد لله حصلت كذا واحد أكبر. معرض الكتاب طبعا بدأ في 82، ومعرض الكتاب من أهم الأشياء اللي نحن نشوفها في إمارة الشارقة اللي بدأها صاحب السمو، لأن كان عنده نظرة مستقبلية، ومثل ما قلت نظرة ما بخمس سنين أو 10 سنين أو 15 سنة، نظرة يمكن الحين أقدر أقول 40 سنة. صاحب السمو كان يرى هذا المعرض أن في يوم من الأيام بيكون ما هو عليه الآن، وهو من 3 أهم معارض على مستوى العالم. ولكن كيف بدأ المعرض؟ في السنة الأولى كان مجموعة من المكتبات، وفي نهاية المعرض ما في أي واحد من أصحاب المكتبات باع أي كتب، ففي نظرهم فشل المعرض في السنة الأولى. ولكن صاحب السمو كان عنده نظرة مستقبلية، وكان مصر أنه ينجح هذا المعرض، فاشترى كل الكتب الموجودة في المعرض، طبعا وزعها على المكتبات وعلى المدارس، فنجحها في أول سنة. فشل في ثاني سنة، وكذلك دعم صاحب السمو مرة ثانية، وفشل في ثالث سنة ودعم صاحب السمو. فالفشل دائما مو معناه أن الواحد يتوقف عن العمل، لا، الفشل هو مرحلة من الحياة توصلنا إلى الهدف النهائي. فصاحب السمو دعم هذا المعرض في السنة الأولى وفي السنة الثانية وفي السنة الثالثة، لغاية ما وصلنا اليوم إلى من أهم 3 معارض على مستوى العالم. وصلنا إلى أن الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية، الشارقة عاصمة الثقافة العربية، والسنة القادمة العاصمة العالمية للكتاب. فهذه النظرة المستقبلية أيضا شيء تعلمته من لحظة قضيتها مع صاحب السمو، وربما لحظة مع صاحب السمو تساوي قراءة 20 كتاب. طبعا صاحب السمو كتب الكثير من الكتب. هذا الكتاب القواسم والعدوان البريطاني في قصة يعني دائما راسخة في ذاكرتي، يمكن أنا عاصرتها مع صاحب السمو. في سنة من السنوات أثناء معرض الكتاب كان في كاتب بينزل كتاب في معرض الكتاب، وكان هذا الكتاب شوية يتكلم عن الخليج بالصورة عامة، يعني عن المنطقة بصفة عامة. وفي وسط الكتاب كانت هناك مقالة عن القواسم، وكانت يعني مقالة خاطئة وفيها شوية من التجريح وشوية من يعني المعلومات اللي صاحب السمو يعني رد عليها في هذا الكتاب. فطلب مني أني أروح لصاحب السمو وأسأله شو نسوي معرض الكتاب خلال الأيام، هل نمنع هذا الكتاب؟ هل نمنع الصفحة الوحيدة في هذا الكتاب؟ هل نكلم الكاتب أو هل نكلم الناشر نقول له أنه نزل الكتاب بطبعة ثانية بدون هذه الصفحة؟ فأخذت كتاب المؤلف هذا ورحت عند صاحب السمو.
أول شيء سوى قرأ الكتاب وقال لي هذه المعلومات كلها غلط، وأنا رديت عليها في كتابي. قال لي لحظة، ودخل إلى مكتبته الخاصة وجاب لي هالكتاب. أنا قلت الحين بيفتح الكتاب بيقول لي هذا الصح وهذا الخطأ. أول شيء سوى صاحب السمو سألني شو اسم الكاتب، ما أتذكر اسمه يعني، بس قلت له فلان الفلاني، فكتب إهداء إلى الأخ فلان الفلاني مع تحياتي، وقع الكتاب وقال لي ابعث هذا الكتاب هدية لهذا الكاتب. وسألت بالنسبة يعني بالنسبة للمعرض هل ينزل هذا الكتاب أو لا؟ قال بالعكس خلي ينزل الكتاب، والناس عندها عقول يعني ممكن تميز بين الكتاب الصحيح والكتاب الخاطئ، يمكن هو عنده كلام هو معتمد عليه، وأنا في نفس الوقت كتابي موجود وفي وثائق تثبت ما يعني أتكلم عنه، خلي ينزلون الكتابين، وللشخص حرية الاختيار بين الكتابين، حرية تصديق هذا الكتاب أو هذاك. فهذه أيضا لحظة كانت مهمة يعني خلتني أتعرف على شيء جديد في صاحب السمو، وهو كيفية التعامل مع الآخرين حتى لو كان يعني مختلف مع وجهة نظرك. أحيانا اختلاف وجهة النظر لا تعني الصح والخطأ، ولكن كيفية التعايش مع الآخرين من خلال كتاب مثلا. يعني صاحب السمو بدل ما يمنع الكتاب كان بجرة قلم مثل ما يقول يستطيع أن يمنع هذا الكتاب من دخول المعرض، ولكن كان عنده قيم ومبادئ. أنت بتكلمني بطريقة أنا برد عليك بطريقة، أنت تكتب كتاب معين أنا برد عليه بكتاب معين، كل شيء له مقابل. فهذه قصة يعني تعلمتها لحظة كانت مهمة في مرحلة مريت بها. أتمنى أن الكل يحط في باله أن التأقلم مع الآخرين أو خلنا نقول التقبل الآراء، شكرا ضايع الكلمة من عندي كان، فنتقبل الآراء بغض النظر إذا كانت صحيحة أو خاطئة، لأنها وجهة نظر حسب الطرف الآخر. طيب نطلع من جو إمارة الشارقة، وهذه الصورة في أوغندا. في سنة من السنوات قررت أني أسافر إلى أوغندا وأخذ معي ابني أحمد. في هذه السفرة تعرفت على شخص، هذا الشخص يعني كان عايش في منطقة وعرفني على المدرسة اللي كان مسؤول عنها، مدرسة أيتام كانت، وهو هذا الشخص كان مسؤول عن هذه المدرسة. وأيضا قال لي عندنا افتتاح لمسجد اليوم، شو رأيك تحضر معنا افتتاح هذا المسجد؟ وحضرنا هذا الافتتاح، وهذا المسجد تشوفونه في الخلفية والناس مجتمعين في الخلفية، تقدرون تشوفون الأشخاص كلهم مجتمعين. طيب شو الغريب في هذا الشيء؟ يمكن الغريب أن معظم الأشخاص اللي تشوفونهم في الصورة مو مسلمين، معظم الأشخاص الموجودين مسيحيين. والأغرب من هذا كله أن اللي بنى المسجد هو نفس الشخص هذا اللي تعرفت عليه، اسمه روبرت، وهو مسيحي كذلك مو مسلم. شو اللي خلاه يبني هذا المسجد؟ طبعا هو مسؤول عن مدرسة فيها مسلمين فيها مسيحيين فيها من ديانات أخرى، ولكن يعني كان يقول أن في عندي أطفال مسلمين ولهم الحق في أن يكون لهم دور عبادة يتعبدون فيه بغض النظر عن يعني ديانتهم، فقام ببناء هذا المسجد. فهذا أيضا هذه لحظة كانت مؤثرة جدا في حياتي، أيضا في حياة أحمد ربما، لأنها علمتنا التسامح أو التسامح للديان، التعامل مع الآخر بغض النظر عن الجنسية بغض النظر عن الديانة. هذا المسجد كل اللي موجودين في الصورة معظمهم كانوا مسيحيين، وتوزع الأكل وكان في رقص وكان في كل شيء، يعني عايشين ناس عايشين على البساطة. فنحن يعني يجب أن نقتدي بهذا الشيء، وين نحن عن هذا الشيء؟ يجب أن يكون لنا أيضا شيء مشابه. حد يدري وين هذا المكان؟ هذه كنيسة في أرمينيا. هالكنيسة عمرها تقريبا حوالي 1000 سنة،
وطبعا هذه الحين شكلها بهذه الطريقة، ولكن هذه الكنيسة كانت مهدومة، كانت محتاجة تصليح، محتاجة ترميم، محتاجة شارع يؤدي إلى هذه الكنيسة. وتكفل صاحب السمو حاكم الشارقة بترميم هذه الكنيسة. نحن زرنا هذه الكنيسة قبل عدة سنوات، وأنا بصراحة ما كنت أعرف عنها إلا بعدين اكتشفت أن صاحب السمو هو من قام بترميم هذه الكنيسة. طبعا مثل ما الخليفة المأمون قام بترميم كنيسة القيامة، وهارون رشيد كذلك يعني أمر بترميم كنائس القدس، فكذلك صاحب السمو أيضا مشى على هذا المنوال ورمم هذه الكنيسة. وإلى اليوم المتعبدين في هذه الكنيسة والساكنين في هذه المنطقة على تواصل دائم مع إمارة الشارقة. بالعكس، هم يحبون إمارة الشارقة ودائما يهنون في أعيادنا كذلك، ومتواصلين على طول. فهذا أيضا مثال للتسامح. في لحظة قرر صاحب السمو فيها أن يرمم معبد لشخص من ديانة أخرى، فهذه لحظة مهمة مثل ما ذكرت في مرحلة من حياتي. أيضا من أهم المراحل اللي مريت فيها بفضل ودعم مكتب أو مؤسسة القلب الكبير، تشرفت أني أكون سفير لهذه المؤسسة. هذه أثناء زيارتي لمخيم الزعتري في الأردن. هذا المخيم طبعا كل واحد عنده نظرة إذا بيروح مخيم أو بيروح لمنطقة معينة شو يكون في باله. أنا كان في بالي أني كيف أقدر يعني أساعد الموجودين في هذا المخيم، سواء مساعدة مادية أو مساعدة معنوية، أو شو اللي أنا ممكن أفيدهم فيه، شو اللي ممكن أقدم لهم إياه. وصلت هناك واكتشفت شيء ثاني، اكتشفت أن أنا استفدت أكثر مما هم استفادوا. كنت أنظر لهذا المخيم بعين التي ترى يعني الكآبة، الحزن، يعني مكان بيكون عشوائي وفي ما في حياة. ولكن بعد ما وصلت هناك شفت بعين ثانية، لاحظت فيه الحياة، لاحظت فيه السعادة كذلك، لاحظت فيه التقارب والتواصل بين أهالي هذا المخيم. هذا الطفل اسمه عبد الله. طبعا عبد الله ساكن على قمة في أعلى مكان في المخيم، وأي وفد من أي مكان يوصل لهذا المخيم يودون لهذا المكان، للأعلى مكان، على أساس يشوف المخيم بالكامل. وكان دائما عبد الله يستقبلهم بابتسامة. في هذا اليوم عبد الله كانت أخته تتزوج، أخته في مخيم الإمارات الأردني، مخيم آخر، وفي هذا اليوم كان فرحان أنه راح يزور أخته في المخيم الآخر ويحتفل معاهم يعني، ويرجع مرة ثانية للمخيم. فعبد الله وجد السعادة في كومة من الأحزان، يعني أو أنا كنت أتصور كومة من الأحزان، ولكن عبد الله كان يستقبل كل شخص يمر المخيم بابتسامة. يمكن عبد الله مولود في المخيم، ما أتذكر يعني كم عمر عبد الله، لكن بعض الأطفال مولودين في هذا المخيم ما شافوا شيء غير هذا المخيم. ففي هذه اللحظة عبد الله قرر أنه يكون سعيد، سواء كان في مخيم أو في مكان آخر. هو يأمل إن شاء الله أن يرجع إلى بلده، ولكن عايش اللحظة نفسها. ففي هذه المخيم ليش ما أعيش سعيد أنا كذلك؟ فأيضا هذه لحظة مؤثرة خلتني أتعلم أن السعادة ممكن حصلها في أي مكان، سواء كنت في مخيم أو في أي مكان آخر. هذه لقطة، يمكن بعض الأشخاص هنا يقولوا لي هذه فوتوشوب، لكن هذه لقطة أنا أخذتها في بريطانيا، في منطقة قريبة من المطار. وليش حطيت هذه اللقطة؟ لأن هذه وراها يعني قصة، ويمكن نستفيد من هذه القصة. أنا في هذا اليوم كنت ناوي أصور نفس الصورة، يعني طيارة مرة من أمام القمر وأخذ هذه الصورة. فقمت أركب الستاند والكاميرا وضبط العدسة، ولكن بعدني ما انتهيت. أنا بعدني يعني أفتح العدسة، سرعة الغالق، هالأشياء كلها، وفي اللحظة نفسها طافت أول طيارة. فأنا في هذه اللحظة كانت عندي فرصة، هل أصور ولا لا، أضبط الكاميرا بطريقة معينة بحيث أن تطلع الصورة يعني بالضبط مثل ما كنت أبغيها. فقلت خلي أصور الصورة الأولى،
والصور الثانية بتكون يعني مضبطة أكثر. فالتقطت هذه الصورة. بعد ما التقطت هذه الصورة قمت أضبط الكاميرا وأفتح العدسة وأسوي يعني أضبط الكاميرا بالضبط بالطريقة اللي أبغيها. وانتظرت انتظرت تقريبا 4 أيام ما في ولا طيارة مرت بهذه الطريقة. وانتظرت إلى الشهر اللي بعده يعني اكتمل القمر في بعد شهر مرة ثانية، وكذلك ما حصلت فرصة أني أصوره بهالطريقة. فهذه كانت لحظة يعني لحظة واقتنست هذه الفرصة. ممكن حد يقول أن طيب هذا كله حظ يعني، ولكن لو ما كانت عندي الكاميرا وما كنت مستعد أني أصور بهالطريقة ما كانت بتطلع الصورة. ولكن استغليت هذه اللحظة أني شفت الطيارة مرة واخذت الصورة في أقل من جزء أو أقل من ثانية، وفي هذه اللحظة طلعت هذه الصورة. ولو أنك مو مصدقينها يعني، لكن هذه الصورة في ألبرس في روسيا أثناء صعود جبل ألبرس. طبعا كان بيننا وبين القمة حوالي 25 دقيقة. ما أدري إذا في أي واحد هنا يجرب أن يصعد أي مكان. في حد صعد أي جبل هنا؟ في قصة لك. في وين؟ طبقال في المغرب. نعم. يمكن تعرفين أن الصعود ما يكون مرة واحدة. دائما الصعود في ارتفاع ونزول وارتفاع ونزول. والصعود أول شيء مو بصعب، لأن في ناس وصلوا ما كان المفروض يوصلون. والصعود ايضا مو بسهل، لانه محتاج تدريب ومحتاج يعني تدريب جسدي ونفسي قبل الوصول. ولكن الصعود مراحل، والصعود ارتفاع ونزول عشان الجسم يتاقلم على قله الاكسجين في الارتفاعات. فهذه كانت تجربه يعني حبيت اجربها، ولكن ايضا هي مثل تجربه في الحياه، لان الحياه فيها صعود ونزول. دائما الشخص يضع الهدف امامه ويحاول يوصل له، لكن مرحلة الوصول إلى الهدف فيها أيضا عقبات وفيها نزول. أحيانا هناك عقبات تخليك تنزل عشان تستفيد، عشان أنت تتأقلم مع هذه العقبات عشان ترجع مرة ثانية وتصعد. فيعني حب الاستكشاف علمني أن أيضا أن أضع الهدف دائما أمامي، حتى لو ما وصلت له من أول مرة يجب أن نثابر ونحاول مرة مرتين ثلاثة لغاية ما نوصل. فهذه كانت إحدى الرحلات. وطبعا أنا من النوع اللي يحب الرحلات، وحاول أني أكون يعني أطلع من جو العمل أحيانا وأنشغل بالطبيعة. فهذا على سبيل المثال رحلة إلى فنلندا. الأخ محمد خلف طبعا يالس يحاول يصيد، وفي الخلفية أيضا الأخ راشد الكوس يصيد. طبعا نحن أخذنا فترة لغاية ما وصلنا لهذا المكان. وبعد ما وصلنا أول شيء كان علينا أن نحفر السنو الموجود على البحيرة المتجمدة بكميات كبيرة يعني. وبعد ما نحفر السنو يجب يعني علينا أن نحفر كذلك البحيرة المتجمدة حوالي متر عشان نفتح هاي الفتحة الصغيرة. وهني الكل ملاحظ أن محمد ملان، صار لساعة ينتظر. وكلنا في الحقيقة يعني محمد وراشد وأنا كذلك ساعة كاملة نحاول نصيد سمكة. لكن شو الهدف من هذا كله؟ طبعا يمكن الهدف أن نحن ندري أن في النهاية راح نصيد شيء، يمكن مو بأكيد، لكن يمكن نصيد شيء وراح يعطينا شيء من السعادة ولو كانت أشياء بسيطة يعني. ولكن محتاجة صبر. فالواحد أيضا في الحياة محتاج أنه يصبر، يدري أن في النهاية راح يكون في شيء معين، ولكن يصبر عليه وراح يوصل في النهاية. طبعا في النهاية هذا اللي صدناه، سمكة صغيرة يعني وما كلناها. لكن الهدف من هذا كله أن نحن استمتعنا بالوقت وحصلنا على شيء كنا ننتظره في الآخر. وطبعا في رحلاتنا نحن دائما نركز على أن نبتعد عن ضوضاء المدينة ونبتعد عن وسائل التواصل ونكون منفصلين عن العالم. ليش؟ لأن نبغي نستمتع بالطبيعة بعيد عن الإلكترونيات. ولكن أول ما نرجع إلى بلدنا شو نسوي؟ نبدأ ننشغل
بالالكترونيات عن اولادنا، او يمكن ما منشغل انا، يمكن يعني استخدم التكنولوجيا في الالعاب او في شيء لمصلحه الاطفال. فالتكنولوجيا لها يعني مسارين، احيانا يكون مسار يعني ايجابي واحيانا سلبي، ونحن اللي نقرر شو هذا المسار. اتمنى ان شاء الله ان الجلسه هذه تكون مفيده، وانها تكون يعني وصلت المعلومه اللي ابغى اوصلها من خلال اللحظات اللي عشتها في حياتي، واتمنى ان شاء الله من اللحظات اللي راح تعيشونها انتم ان تستفيدون من كل لحظه وتقتنصون اي فرصه موجوده في حياتكم. شكرا لكم. شكرا طويل العمر على هذه اللحظات الملهمه، وراح نعيش وياكم لحظات اكثر. طويل العمر، مثل ما ذكرت ان اللحظات هي اقتناص الفرص. نعم. اليوم الكل يريد يعرف سبب اختيارك لكلمة لحظات وانها تكون عنوان لجلسة اليوم. والله شوف، لحظات لان انا اشوف ان العمر كله عبارة عن لحظات. العمر عبارة عن ما اذكر بيت الشعر اللي قال لي يا ابو خالد، لكن مثل ما قال احمد شوقي، في ثواني وفي دقائق. العمر كله عباره عن لحظات، فهذه اللحظات يعني منها اللي تنساه، منها بعض اللحظات اللي تستغلها في طريقه معينه تستفيد منها، بعض اللحظات اللي هي سعيده تبغي ترسخها في الذاكره، لحظات حزينه يمكن تبغي تنساها او يعني تطبع عليها لحظه سعيده او تستخلص منها لحظه مناسبه. فأعتقد أن اختيار العنوان لحظات هو فقط لي يعني أخلي الموجودين في هذه القاعة أن يشوفون حياتهم كيف تمشي بسرعة من خلال لحظات، إذا ما استغلوها الاستغلال الصحيح ما راح يوصلون لهدفهم المرجو. جميل. طول العمر هناك لحظات سعيدة، هناك لحظات حزينة، لحظات مؤثرة. لو نتطرق للحظات السعيدة، اليوم الكثير من الشباب يعتقد بأنه لا يستطيع أن يصنع السعادة لنفسه، بينما ينتظر أن يجلب السعادة من شخص آخر. بمنظورك طويل العمر، كيف أو وين نجد السعادة؟ السعادة موجودة في أي مكان. يعني عبد الله وجد السعادة في مخيم، وجد السعادة في ظل ظروف صعبة يعني. فالسعادة موجودة سواء في البيت، في العمل، في أثناء الرحلات، أثناء الإجازات، السعادة دائما موجودة، لكن الشخص نفسه هو اللي يكون هذه السعادة، ما ينتظر حد يسعده. بالعكس، إذا هو أسعد الآخرين فبالتالي راح تأتي له السعادة بدون تعب. يعني يمكن شيء آخر شفته في هذا المخيم، شفت في مخيم الزعتري حياة، يعني صحيح في بعض العشوائيات في تنظيم الخيام والبيوت، ولكن كان في حياة، كان في شارع يسمونه الشانزليزيه. يعني كيف قدروا يأسسون شارع داخل المخيم وطلعوا له اسم، هم بنوا لنفسهم شانزليزيه داخل المخيم. وهذا الشارع في المطاعم وفي يعني حياة، في المحلات اللي تبيع وتشتري فيها، فهم وجدوا السعادة في هذا الشيء. أنت تمشي هناك تحس أنك في مدينة، ما تحس أنك في مخيم، ومدينة فيها سعادة، فيها ناس تمشي، فيها ناس تسولف، فيها ناس تتكلم. فالسعادة موجودة في أي مكان، حتى في العمل. يعني في العمل الواحد يحاول أن يسعد الموظفين الآخرين، يحاول أن يسعد مراجعينه، يحاول أن يسعد مدراءه ورؤسائه. ليش؟ لأن في النهاية هذا بينعكس عليه. إذا أنت أسعدت مراجعينك، هذيل هم اللي راح يجلبوا لك السعادة كذلك. أنت إذا رحت لوظيفة ثانية راح يكون أيضا يعني لك دور في إسعاد الآخرين، راح يعرفون أن هذا الشخص كان يسعدنا في هذا المكان والآن يسعدنا في المكان الآخر. صحيح. فالسعادة موجودة وين ما أنت تحطها. صحيح، جميل. طويل العمر، مثل ما الكل يعرف بأن عندك هواية التصوير. نعم. ولكن اللي نبغي نعرفه هواياتك الثانية، وكيف طويل العمر تنسق بين هواياتك وبين مسؤولياتك الكثيرة؟ والله شوف، الهوايات كثيرة. يعني على سبيل المثال أحب الرياضة، ولكن كيف أرتب وقتي بين الرياضة
والمسؤوليات مثلا، او بين التصوير مثلا والمسؤوليات. اعتقد يمكن ابسط مثال صاحب السمو. دائما نسال صاحب السمو كيف انت على هالمسؤوليات الكبيره اللي موجوده عندك، تتواصل مع الناس، تدير الاماره بصوره عامه، في وقت انه يكتب مسرحيات، في وقت انه يكتب كتب، في وقت انه يزور اهله واقاربه، يعني مجموعة كبيرة من الأشياء، ولكن يجد لها الوقت. ففي النهاية يعني نلخصها في تنظيم الوقت. صاحب السمو كيف ينظم وقته؟ يعني سألنا هذا السؤال، ويمكن كثيرين سمعوا الإجابة على هذا السؤال، أن صاحب السمو ينظم وقته على مواقيت الصلاة. وقت صلاة الفجر مثلا عنده روتين أنه يقرأ الرسائل، البريد الوارد، يقرأ الجرائد، في روتين معين يتبع عن صلاة الفجر لغاية صلاة الظهر، استقبالات ومناسبات عامة. صلاة الظهر الوقت اللي يقطع فيها هذه المناسبات ويرجع لبيته. صلاة العصر يبدأ مرة ثانية بالقراءة أو بكتابة بعض الكتب، وكذلك المغرب والعشاء. فمنظم وقته على حسب الصلوات. أنا على سبيل المثال أنظم وقتي إن في الصباح عندي المسؤوليات اللي موجودة عند كل واحد، وعندي وقت معين ما يعني ألتزم فيه، خلينا نقول 90% أن هذا وقت الرياضة ما أتخلف عنه. وكذلك التصوير، يعني هنا يمكن ما عندي وقت وايد أصور، فأخلي التصوير لوقت معين وهو وقت السفرات. فتنظيم الوقت هو أسهل طريقة للاستمتاع بالهوايات وكذلك بالمسؤوليات. وبعدين المسؤولية دائما تكون مع فريق العمل، يعني الشغل ما يوقف، إذا أنت مو موجود فريق العمل يقوم بالشغل، وتعتمد على الموظفين وتثق في الموظفين. على سبيل المثال في المؤسسة مثلا عندنا العديد من الموظفين اللي يشتغلون 24 ساعة، كون التلفزيون شغال 24 ساعة. يعني أنا مو معقولة يعني الرئيس أو المدير يتابع كل واحد 24 ساعة يشوفه إذا يعني يسوي شغله بطريقة صحيحة ولا لا، ولكن تعطي الثقة أن هذا الشخص مسؤول عن هذه الجزئية، وهذا الشخص مسؤول عن هذه الجزئية، وهذا الشخص أنا أثق فيه أنه راح يخلي التلفزيون بصورة المناسبة. شخص ممكن إذا غفل دقيقة أن ينقطع الإرسال، أنا أثق فيه أن هذا الشخص بيكون موجود ويكمل. فالمسؤوليات ما تتوقف لأنك أنت يعني ابتعدت عن الشغل، بالعكس المسؤولية صح موجودة طول اليوم، ولكن عندك ثقة في أشخاص آخرين يقومون بها، وانت في نفس الوقت تمارس هوايتك. صح. جميل، طويل عمرك. الشيخ نلاحظ ان رحلاتك دائما تكون في مناطق نائيه صعبه، فيها مغامرات، فيها تحدي، وتحب تبتعد عن التكنولوجيا في هالرحلات. ولكن اذا صار عمل طارئ في مثلا في مجلس شارخ الاعلام خلال هالرحله، كيف تحل المشكله؟ في الرحلات نحن يعني مجموعة من الشباب، ودائما ندور مكان غريب أو مكان في تجربة جديدة نستكشف، ونحاول نبتعد مثل ما قلت عن التكنولوجيا وعن وسائل التواصل والتكنولوجيا، عشان نعيش مع الطبيعة ونبتعد عن كل شيء له علاقة بالتكنولوجيا. لكن إذا صار شيء في الدوام واحتاجوا ان يتصلون فيك وما بيمشي الا اذا اتصلوا فيك، فمعناه ان في خلل في الدوام. صحيح. المفروض يعني العمل يمشي بغض النظر عن الشخص. المركزيه هاي يعني مش مطلوبه في مجال العمل. اذا انت مسافر برا، في شخص ثاني يغطي مكانك، في شخص يتخذ القرار بدلا منك انت. يعني إذا صار أنه لازم يتصل فيك ويحصلك، معناه أنه في خلل في هذا العمل. نحن دائما نعتمد مثل ما قلت على المسؤولين الموجودين معنا، أن نحن إذا ما نكون موجودين في شخص ثاني يغطي، في شخص ثاني يمشي الأمور. أنت يعني نحن نسافر كم تقريبا بالكثير أسبوعين، 10 أيام، فخلال هالعشر أيام في مسؤوليات يعني على عاتق الآخرين، في مسؤوليات على الشباب اللي موجودين. أنت وظيفتك أنك تكمل جزء معين من فريق العمل، فريق العمل هو اللي يقود المنظومة كاملة، وأنت جزء منها. أنت لي يعني أنت ما فريق العمل، أنت جزء من فريق العمل. يعني طويل العمر أن العمل ما يوقف على شخص واحد. أكيد. هناك فريق عمل هو اللي
يدير مثلا المؤسسة؟ أكيد، يعني إذا تبغي بعد المثالية، أنت ممكن بعض المؤسسات المفروض تكون بهذه الطريقة، أنك إذا شلت كل الموظفين من هذه المؤسسة ويبت موظفين عمرهم ما اشتغلوا فيها، صحيح العمل يمشي. صحيح. لأن في كود معين تمشي عليه، في ستاندرد معين تمشي عليه، كل واحد عارف وظيفته شو وكيف يؤديها، فهذا المطلوب في مجال العمل. يعني إذا ما اكتمل الشغل بيكون هناك في خلل. لازم يكون في خلل إذا نعم. ما اكتمل الشغل. نعم. يعني أنت تبتعد مو معناه أن الشغل يتوقف. صحيح. طول العمر الكثير من الشباب يقولون بأننا لا نستطيع العيش بدون تكنولوجيا. شو رأيك طول العمر؟ والله يعني ممكن. لكن ممكن العيش، لكن أنا مو مع اللي يعيش بدون تكنولوجيا. صح ابتعد عن التكنولوجيا لفترة، ولكن التكنولوجيا مطلوبة في عالمنا. نحن وصلنا لمرحلة متطورة أن كل تطور موجود الآن يعتمد على التكنولوجيا. نحن نشوف يعني عندنا أبراج وعندنا بنايات وعندنا تطور وعندنا يعني هالأشياء كلها، ولكن هالأشياء كلها بنيت على تكنولوجيا يمكن ما موجودة عندنا، موجودة عند الآخرين، ولكن نحن نستفيد منها. فيعني التكنولوجيا ضرورية. وإذا نتكلم عن الهواتف مثلا الذكية أو الكمبيوترات المحمولة الآن في اليد، هذا يعني تطور كبير، فتح لنا عالم آخر، قمنا نتواصل مع الآخرين. قبل كان الواحد عشان يوصل صوته إلى شخص آخر كان سواء رسالة بريدية أو بالتلفون كان أسرع شيء. الحين تقدر تتكلم مع شخص آخر، تشوفه صوت وصورة وأنت موجود في مو بس في بيتك، موجود في أي مكان في العالم. فنحن يجب أن نستغل هذا لصالحنا، يعني نستغل التكنولوجيا في الشيء المفيد كذلك. صحيح. التكنولوجيا يعني تأتي بالصالح والطالح، والخيار علينا نحن اللي نختار هل نستفيد من التكنولوجيا بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، ونحن في النهاية مسؤولين عن اللي نقدمه في هذا الشيء، خاصة في مجال التواصل الاجتماعي. يعني ما ننجر وراء أي شيء جاينا من الغرب. ليش نحن نجر وراهم؟ ليش ما نخليهم هم يعني يتعرفون علينا وهم اللي يقتدون بنا نحن؟ ليش ما يكون عندنا نحن وطنية؟ ليش ما يكون عندنا شخصية مهتمة بتراثها، بثقافتها، بالأمور الموجودة عندنا ونبرزها للآخرين؟ مو بلازم نحن أي شيء سوى فنان معروف في يعني دولة غربية نحن نكون مثله، خلي هو يكون مثلك. صحيح. خليك أنت المبادر، لأن هذا الشخص يسوي نفس الشيء. الشخص هذا الفنان أو الآخر يالس يقدم ثقافته، هو يالس يبرز ثقافته لك أنت، فبالمقابل المفروض أنت يكون عندك نفس الفكرة وأنك أنت تبرز ثقافتك للآخرين. جميل طويل العمر. طويل العمر لو ندخل شوي مسيرتك العملية، بدأت مسيرتك العملية في مجلس النفط. بخبركم على السر من أسرار طويل العمر، أن بداية مسيرته كان يبتعد تماماً عن الإعلام، عن التصوير، عن المقابلات. ولكن لو تخبرنا طويل العمر عن لحظة التحول وكيف تأقلمت مع العمل الإعلامي. أنا يمكن أول مرة أحتك بالعمل الإعلامي كان من خلال يعني وظيفتي في هيئة الإنماء التجاري والسياحي. قبل هالوظيفة كنت إذا أشوف الكاميرا يعني جاي من هالصوب أنا أشرد الصوب الثاني. كنت أخاف من الكاميرا لأن ما أدري شو راح أقول إذا اشتغلت الكاميرا، ما أدري شو بتكلم، شو بقول، يمكن أتلعثم، يمكن أقول كلمة عربية مو بصحيحة يحاسبني عليها صاحب السمو. يمكن فهذه يمكن ويمكن يمكن هذه دائما تدور في بالي، فأحاول أبتعد عن الكاميرا. لكن في العمل السياحي خلينا نقول كان مطلوب مني اني اظهر، فيعني حولت هذا الخوف الى يعني تحدي. واول شيء طلبته في يمكن اول اسبوع من العمل في المجال السياحه، طلبت انه يكون في تدريب اعلامي. وبالفعل كان في مدرب يمر علي المكتب لمده اسبوع اتمرن عنده ويدربني على العمل الاعلامي. خلصت منه طلبت ايضا اطور من نفسي اكثر، وتدربت في استوديو أحد الاستوديوهات الموجودة في الدولة، وكان تقريباً أسبوع من الصبح لين العصر تقريباً جالسين في الاستوديو نتعلم كل يوم.
وهذا اللي شجعني أكثر أني أتكلم أمام الكاميرا. يمكن أول لقاء سويته كان مخربط وكان في قناة معروفة، فكنت يعني ما أخذ راحتي، لكن شوي شوي قمت أتشجع وأطلع على قنوات ثانية وأحاول أني يعني أكون أفضل من قبل. وبعدين اكتشفت أن أي شيء تقول إذا أنت ملم فيه، يعني أنا أتكلم مثلا الحين عن الإعلام، أنا شوي صارت عندي خبرة في الإعلام، فيمكن أنا أعلم من غيري، فإذا أتكلم أمام الكاميرا أدري أني أنا لو أقول شيء غلط ما حد يعرف، لأن اللي خلف الكاميرا ما يعرف أكثر عني في هذا المجال. ولكن دائما أبحث عن المعلومة الصحيحة، أحاول دائما أبحث عن المعلومة اللي تخص المكان نفسه وأبرزها من خلال المحادثة هذه. فأيضا يجب الواحد، يعني الواحد يجب أن يحول أي خوف عنده، أي مشكلة عنده إلى تحدي يحاول يواجهه، ويعني يقلب الموازين بحيث أنه يستفيد في حياته. جميل. طويل العمر اليوم، طويل العمر، تكنولوجيا تنوعت، وسائل الاتصال الحديثة كثيرة، بماذا تنصح الشباب في كيفية التعامل مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة؟ مثل ما ذكرت، نحن جت فترة يعني ما نعرف أي شيء عن العالم الآخر، وبعدها دخل الراديو، وبعدها دخل التلفزيون، قمنا نشوف الناس في الدول الثانية كيف تتصرف وشو هي أخلاقياتها، شو ثقافتها، كيف يعيشون من خلال التلفزيون. وبعدها اللي كان عنده مجال يركب صحن لاقط أو دش فوق بيته كان يشوف أكثر من ذلك، كان يوصل لكل أنحاء العالم. وطبعا يمكن سمعت عن، أو ما أدري إذا سمعت ولا لا، لكن جت فترة أن منعت فيها الصحون هذه اللاقطة في بعض الدول مثلا. طيب ليش تمنع إذا أنت خلاص نحن اليوم يعني ما تقدر تمنع شيء، أنت بكبسة زر تصل لأي مكان في العالم. فالنصيحة الوحيدة اللي أقدر أطرحها أن الواحد يختار الصالح من 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 هالأشياء اللي يشوفها، يعني التواصل، العالم الآخر هذا اللي يشوفه، شو اللي يقدر يستفيد منه، وكذلك شو اللي يقدر يقدم للعالم الآخر. أنت تشوف غيرك وفي نفس الوقت غيرك يشوفك، فلا تخلي غيرك يشوفك أنك أنت تابع، أنك أنت تقلده، أنك أنت ما تمشي إلا بطريقته. لا، أنا عندي ثقافتي، عندي علمي، عندي تاريخ، عندي كل هذه الأمور موجودة عندنا قبل الآخرين. يمكن هم سبقونا في بعض الاختراعات، ولكن احنا أيضا سبقناهم ببعض الاختراعات، وسبقناهم بتاريخنا، بثقافتنا، بديننا. هذه الأشياء لازم نحن نفتخر فيها، وأيضا نبرزها من خلال وسائل التواصل. ما أكون أنا فقط مقلد للآخرين، أخلي الآخرين يقلدوني، بس يقلدوني أيضا بصورة صحيحة، يعني بنشر هذه الثقافة، بنشر الوعي، بنشر يعني المعلومات عن مجتمعي، عن وطنيتي، عن دولتي، عن كل هذه الأمور. صحيح. احترام الثقافات والأديان هو شيء مغروس فينا طويل العمر. نعم. تعلمناه من قادتنا. خبروني فريق العمل إن في قصة جميلة عشتها لما سافرت لأرمينيا، لو تخبرنا قصة أرمينيا. أرمينيا أنا رحت لها زيارة خاصة، يعني أنا وزوجتي كنا رايحين نزور المدينة نفسها في يريفان، مدينة يريفان، وكذلك أرمينيا عموما يعني نشوفها. رحلة كانت استجمام خلينا نقول، وفي نفس الوقت بنزور الكنيسة اللي رممها صاحب السمو. يعني أنا ما عرفت إلا في وقت السفرة إن في كنيسة رممها صاحب السمو، فكان في اللي صاحب يعني هني أرمني يداوم عندنا في إمارة الشارجة، اتصل فيه وقال لي أنت كيف توصل لأرمينيا بدون ما تخبرني، يعني ما تعطيني خبر أنك أنت موجود في أرمينيا. قلت له أنا جاي إجازة وأتمشى يعني يومين وبرجع إن شاء الله. قال لي أنا برتب لك شخص يمشيك. قلت له ما أحتاج. قال لي لا، أنا عندي شخص مناسب بيشوفك الساعة الفلانية في الفندق. فنزلت أنا في الساعة الفلانية عشان أقابل هالشخص، ما حصلت الشخص، لكن حصلت واحد قسيس كذي واقف لابس لبسه كامل يعني هذا وينتظر. وبعدين اكتشفت أنه هو هذا الشخص اللي راح يمشيني في المكان.
قلت لي يعني انا مو بلابس، انا لابس شورت ولابس يعني ما توقعت يعني شخص مثل قايد يعني يمشيني مرشد. فقال لي لا انا بوصلك، لان يعني ما اتذكر شو يسمونه، لكن مثل على مستوى البابا عندهم موجود في السياره ينتظرك، هو اللي بيمشيك، انا بس اوصلك له. ركبت السياره، نعم مو مودي بشت، مودي شورت. فركبت السيارة معه وكان موجود ولابس لبسي يعني كامل وعصاته معه ويعني كل، وأنا تفاجأت، وشخص طيب يعني، وبصراحة هو اللي مشاني وهو اللي وداني الكنيسة. ويوم وصلنا الكنيسة كان في استقبال، نحن شاردين عن هالرسميات وحصلتها في أرمينيا، ووداني بعض الأماكن السياحية، ولدرجة أن دخلت بعض الأماكن اللي السواح ما كانوا يدخلونها، لكن شفت مثلا مكان سكنه اللي هو كان يعني ممنوع على الآخرين يشوفونه. وهذا الشخص أو هذا خلينا نسميه البابا يعني، هذا إلى الآن متواصل معنا، وإلى اليوم يعني يبعث لنا الهدايا ويسلم على الشيخ دائما، يشكره لأنه هو اللي بنى لهذا أو هو اللي رمم لهذه الكنيسة، ودائما يعني التقارب موجود. فيعني هذه كانت رحلة تحولت من رحلة يعني خاصة إلى رحلة شوية شبه رسمية. جميل طويل العمر. أطلقتم الكثير من المشاريع الكبرى والضخمة من خلال أعمالكم الخاصة اللي تضيف لمنظومة العمل الحكومي، كيف يتم اختيار المشاريع وما هو سر النجاح طويل العمر؟ اللي يدور المشاريع اللي مفروض تنجح ما يبحث عن المألوف، ما يبحث عن الشيء الموجود، دائما يبحث عن الثغرة الموجودة في السوق، دائما يبحث عن يعني شيء مختلف تماما عن اللي موجود في السوق، فيحاول انه يكون مختلف. نحن خلينا نقول ان نحن يعني كذلك فريق العمل موجود، شفنا ثغره في السوق ان نحن محتاجين نطور منطقه معينه بطريقه معينه بحيث ان نكسب ثقه الناس. فاشتغلنا على عده مشاريع، يمكن المشروع الاول كان مجموعه من البيوت اللي هي بصراحه يعني مستواها جدا عالي، ولكن متاحة للشراء من جميع الطبقات، وكانت يعني معادلة صعبة أن توازن بين المواصفات العالية وبين قلة السعر، ولكن احنا قررنا أن في هذا المشروع ما يكون لنا مربح، أن هذا مشروع يكون فقط يعني لبناء شيء آخر غير المربح، بناء سمعة للشركة. وبالفعل بنينا هذا المشروع ومواصفات عالية والسعر في متناول الجميع، ما كسبنا منه ولا شيء، ولكن كسبنا ثقة الناس في الاسم، وكسبنا كذلك يعني ثقة الناس في المواصفات في المشروع، عرفوا أن هذه الشركة عندها ستاندرد معين، عندها مواصفات معينة تمشي عليها، عندها جدية في العمل، عندها جدية في الوقت، تسليم في الوقت المناسب، وكسبنا ثقة الناس في هذا المجال، وهذا الشيء اللي نحاول نطبقه. الحين المشروع الثاني لا، أنت ممكن تستفيد منه شوية، فأنت تبحث عن الثغرة في السوق أو تبحث عن الشخص الشيء اللي بيخلي الشخص يثق فيك وتستمر هذه الثقة معاك على طول. فدائما ابحث عن الشيء المختلف، ابحث عن الشيء اللي ممكن يعدل السوق، الشيء اللي ممكن يفيد الناس، اللي تبحث عن الناس، مو بشيء الدارج الموجود دائما، اللي يدور الربح السريع هذا ما بيمشي، ولكن اللي يدور عن الربح الآخر اللي هو كسب ثقة الناس وكسب يعني كسب ثقة الناس بصورة عامة، هو هذا اللي بيوصل للمبتغى. يعني طويل العمر سمعة المشروع هي أولى من الدخل المادي؟ أكيد الدخل المادي هذا شيء ثانوي، الدخل المادي راح يجي إذا أنت كسبت ثقة الناس وبنيت سمعة، الدخل بنفسه راح يجي، ولكن لا تبدأ بالدخل، لا تقول أنا من أول مشروع راح أكون يعني هذا المشروع راح يربحني 100% ولا 200%. وأنا صارت معي في تجارب، يعني الناس دائما تنظر إلى التجارب الناجحة وما تشوف التجارب الفاشلة، في تجارب كثيرة يعني أنا شخصيا أيضا فشلت فيها، ولأن كان الهدف مختلف أو لأن ربما ما حالفني الحظ في بعض الأشياء، ولكن هذه كلها عقبات مثل ما قلت الواحد يتعلم منها ويطبقها في المشاريع الأخرى. جميل طويل العمر. نجاح المؤسسات الإعلامية الثلاث ومبادراتها الضخمة
اللي وصلت العالمية، وهي إضافة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارجة خاصة. نبغي نعرف طويل العمر ما وراء هذه المبادرات الضخمة اللي وصلت العالمية. المبادرات اللي تطلع من عندنا سواء من المكتب الإعلامي أو من المؤسسة أو أي جهة يعني حكومية في دولة الإمارات، دائما يعني أول شيء الواحد لازم يحط شو الهدف وراءها. يعني خلينا نقول إن على سبيل المثال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، هذا المنتدى ليش نجح؟ نجح لأنه في مضمون، ونجح لأنه في شخصيات وراها فكر معين، نجح لأن في فريق عمل يشتغل ليل ونهار. الشباب كانوا ينتهي وقت دوامهم لكن حبهم للعمل يخليهم يشتغلون لآخر الليل. كل هذه الأشياء يعني إذا تحطها مع بعض تطلع خلطة جميلة تعطيك شيء مميز. صاحب السمو دعمه في هذا المجال كذلك. يعني أبسط مثال كنت أذكره اليوم، يعني صاحب السمو يومي وقت المنتدى، أول شيء طبعاً نختار الأسماء اللي راح تكون في الشخصيات البارزة يعني في المنتدى، ونروح نصاحب السمو ونقول له هذه الأسماء اللي نحن يعني منبهرين بها لأن أسماء لامعة يعني. فأول شيء يسوي صاحب السمو يمسك القلم ويقول هذا لا وهذا لا وهذا لا، ويمسح الأسماء اللامعة، يعني مو بالأسماء العادية، الأسماء اللامعة كلها لا لا لا. طيب ليش؟ يقول هذا اسم ولكن ما عنده مضمون. شو المضمون؟ ليش بتيب لي شخص ما بنستفيد من وراه؟ اوكي عنده اسم، شو بيفيدنا اسمه؟ بيفيدكم انتم كاعلاميين ان تظهرون امام الناس ان جبتوا الشخص الفلاني، ولكن الناس اللي حاضره شو بتستفيد من وراه؟ اذا كلام فاضي ما نبغيه. ان شاء الله يكونون كل المتحدثين ما معروفين، لكن اذا وراهم فكر معين، علم معين، انا مستعد اوافق لكم عليه. فايضا هذا دعم من صاحب السمو اللي ما تهمه الاسماء اللامعه، ما تهمه البهرجه هذه، تهمه يهم المضمون، يهمه شو اللي بيين من وراء هذا الشخص نفسه. فاعتقد ان هذه الاشياء كلها يعني مع بعض تنجح المبادرات. لو ما كان في هذه الاشياء، لو ما كان في فريق عمل يشتغل ليل نهار، لو ما كان في دعم من صاحب السمو، لو ما كان في اسماء معينه، مضمون معين يعني للمبادره هذه، ما كانت بتنجح. جميل. شو توجه الشباب اللي يعمل في مكان غير اللي هو كان يحلم فيه؟ مو بلازم يطلع. ممكن أشوف يعني اللي يشتغل في مكان وعند المجال إنه يطلع يروح لمكان أحسن، بالعكس ليش لا؟ ممكن إذا توفر له هذا الشيء. لكن إذا ما توفر له هذا الشيء، ما معناه إنه لأنه في مكان غير المكان اللي يبغيه يبتدي يتكاسل أو يبتدي ينسى أو يعني ما يهتم بعمله. بالعكس الواحد المفروض يهتم بعمله، يهتم سواء، لأن في النهاية أنت مسؤول، أنت توظفت وتستلم راتب مقابل شيء معين، أنت تجد في هذا العمل وتجتهد ويعني تأدي بطريقة ممتازة، وبعد ذلك العمل اللي تبغيه هو اللي راح يوصل لك. يعني ما بنت راح تبحث عنه، الناس راح تبحث عنك، يعرفون أن هذا مجتهد في هذا المكان فأنا راح أستفيد منه. فاللي موجود في عمل غير العمل اللي هو يبغيه يصبر، مثل ما محمد خلف صبر على السمكه الصغيره اللي حصله في النهايه. يعني طول العمر ان الواحد يشتغل على نفسه، يطور من مهاراته. نعم. عشان يتاقلم مع العمل اللي هو موجود فيه والعمل اللي يبغيه يروح. نعم اكيد لازم الواحد يتاقلم، لازم يكتسب خبره على الاقل. ما في حد حصل الشغله اللي يبغيها من اول مره، يمكن الا عدد قليل، ولكن مع التجارب، مع الخبره، تراكم اللحظات هذه اللي نمر فيها هي اللي بتوجد لك العمل المناسب. جميل. طول العمر لو ننتقل الى العمل الانساني. نعم. شو يعني لك العمل الانساني؟ وما هي اكثر المواقف واللحظات المؤثره برايك؟ والله مثل ما ذكرت أنا يعني تشرفت أني أكون سفير لمؤسسة القلب الكبير، وهذه المؤسسة خلتني أرى يعني قضية اللاجئين وقضية المخيمات هذه بعين ثاني. يعني أنا كنت أتوقع أوصل لمكان فيه كآبة، ولمكان فيه حزن، المكان فيه يعني
الظلمة مخيمة على هذا المخيم، ولكن تكتشف أشياء جديدة، تكتشف حياة، تكتشف سعادة. صحيح في حزن، لكن بالمقابل في حياة كذلك. يمكن أكثر الأشياء المؤثرة كانت هي زيارة هذه المخيمات، وأنا زرتها كذا مرة يعني. ويمكن أيضا أنصح كل واحد أن يأخذ أبناءه كذلك، أن يستفيد من هذه المخيمات. أنا أولادي كانوا موجودين معي في رحلة من هذه الرحلات، وكان في تقارب بينهم بين الأطفال الموجودين. يعني في النهاية الناس الموجودين في هذا المخيم تراهم، نحن دائما أحيانا يعني بعض الأشخاص يكون في مخيلتهم أن اللاجئين هؤلاء ناس فقارة، يعني ما عندهم وطن وعاشوا في هذا المخيم. لا، المخيم فيه الفقير، فيه الغني، فيه التاجر، فيه الدكتور، فيه المدرس، فيه الطالب، فيه الطفل، يعني كل أنواع المجتمع أو كل شيء تشوفه في مدينة موجود في هذا المخيم. فالدكتور اللي طلع من دولته صار دكتور في المخيم، قام يفيد الناس الموجودين. المدرس قام يدرس في المخيم، اللي ما عنده حرفة احترف حرفة في هذا المخيم، تعلم شيء جديد. فتتعلم أن الحياة مستمرة، ما في شيء يوقفها. يعني أنا ما قدرت أدي شيء يعني أو أوصل لشيء في بلدي، في هذا المخيم أنا صرت شيء إنسان آخر. في ناس ما كان عندهم شيء في بلدهم، ولكن في هذا المخيم كونوا نفسهم، كونوا يعني صاروا مدرسين، صاروا يعني أصحاب حرف، مهن معينة. فالحياة مستمرة. يعني المخيمات هاي علمتني أشياء كثيرة، أن الحياة ما توقف بس لأنك أنت انتقلت من مرحلة خلينا نقول جيدة إلى مرحلة أقل. بالعكس، أنت اللي تكون نفسك في هذا المكان. جميل طويل العمر. أكيد طويل العمر أنت كنت متوقع الحياة في المخيمات شيء، ولما زرت المخيمات أكيد شفت شيء ثاني. أكيد أكيد، يعني مثل ما قلت لك، يعني ما كنت أتوقع أن في شانزليزيه في المخيم، ما كنت أتوقع أن المخيم هذا في حياة، يعني ترابط ناس ما يعرفون بعض قاموا يتعرفون على بعض، في صارت حياة أسرية، زواج في المخيمات، أولاد وأطفال تربوا في هذا المخيم، يعني ولدوا في المخيم ما يعرفون بلدهم الأم وين، يعني حاطين في بالهم أن إن شاء الله راح يرجعون لهذا البلد، ولكن أنا أتأقلم مع الوضع الحالي. أنا شخص موجود في هذا المكان، ليش أنا يعني أشيل هذه الكآبة والحزن معاي على طول؟ بالعكس، أنا خل أطلع من هذا الجو وأخذ الصالح في هذا المكان اللي أنا موجود فيه. المكان فيه كآبة، لا، فيه سعادة في نقطة معينة، خلينا نركز على هذه النقطة وأنسى الباقي. صحيح. والباقي بيتصلح مع الوقت. خلاص الإنسان يبدأ يكون شخصيته، يعني تتكون عنده طريقة أن ينجح في حياته. صحيح. وهذا اللي استفدت يعني من هذا، من زيارة المخيمات. صحيح. صراحة أتمنى أني أكون مع الوفد زيارتك القادمة في العمر. إن شاء الله. إن شاء الله. الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، شكرا لك. فأنت الشخصية الملهمة الاستثنائية وقدوة الشباب على هذه الجلسة التوجيهية الملهمة. عشنا معك لحظات في هذه الجلسة علمتنا واستفدنا الكثير منها، بالفعل هي لحظات سترسخ بالذاكرة إن شاء الله. أنا جدا محظوظ طويل العمر بإدارة هذه الجلسة اليوم وتكون شخصية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي. شكرا معالي شمة بن سهيل المجروعي وزير الدولة شؤون الشباب وفريق العمل لإتاحة الفرصة هذه لي بأن أدير الجلسة. طويل العمر، لو أعطيناك فرصة تخاطب الحضور الكريم وتخبرهم عن الوصفة السحرية للنجاح ونجعلها مسك الختام لجلسة 100 موجه إن شاء الله. تفضل. شكرا. شكرا. أشكرك. طبعا معاذ يبغي الخلطة السحرية. أنا أقول ما في خلطة سحرية، الخلطة السحرية موجودة عندكم أنتم. يعني أنا قدمت لكم جزء بسيط من لحظات مريت بها، يمكن أنا استفدت منها، ولعل يعني الجمهور الموجود هنا، الشباب الموجودين يستفيدون منها.
هذه اللحظات تمر بسرعة، وأنا على سبيل المثال يعني في بداية الجلسة ما أدري أنتوا شو كنتوا تفكرون، شو اللحظة اللي عشتوها. ما عندي شيء أقدر أشوفكم فيه في بداية هاللحظة وين كنتوا مركزين، أو يمكن عندي شيء أقدر أشوفكم فيه. يمكن في بداية الجلسة أقدر أشوف كل واحد وين كان مركز، شو استفاد من هذه اللحظة، هل كان في يعني استفادة من اللحظة نفسها أم يعني فاتت اللحظة بدون استفادة. هذا لو أقدر أسوي زوم على بعض الأشخاص، ويمكن أقدر أسوي زوم. يمكن هنا نشوف مجموعة من الشباب، أو مو بشباب كلهم، لكن نشوف مجموعة يعني مهتمين بمرت عليهم هذه اللحظة وكانوا مهتمين بالجلسة ويناقشون أو ما يناقشون، يشوفون الجلسة ويستفيدون يمكن من خلال هذه الجلسة. توثيق اللحظة، يعني بعض الأشخاص وثقوا هذه اللحظة بالتقاطة من الهاتف، يمكن كانت لحظة مهمة، يمكن لحظة كانوا يبغون يعني يوصلونها لشخص آخر بحيث أن هو أيضا يستفيد كذلك من هذه اللحظة. تتوثق مثل ما وثقت بعض الصور بالكاميرا، نشوف الخوات هنا يوثقونها بالكاميرا. خل أكون إيجابي وأقول يمكن يناقشون موضوع معين مختص بهذه الجلسة. دائما يعني الصورة، على فكرة يعني الصورة دائما تعتمد على الشخص اللي التقطها وتعتمد على اللحظة نفسها. أحيانا تكون يعني هذه ممكن نفسرها بطريقتين، أن منشغلين عن الجلسة، أو أن هذه الجلسة كانت فيها نقاشات حادة أو نقاشات مهمة وكانوا يحاولون أن يتكلمون عنها. أشخاص مشغولين بشيء معين، يمكن شيء مهم أو شيء غير مهم ما ندري، لكن لحظة تمر أحياناً. مثل ما قلت اقتناص الفرص شيء مهم، إذا فاتت لحظة وأنت انشغلت عنها خلاص ما ترجع مرة ثانية. بدون تعليق، أنا في الحقيقة أشكركم. شكراً، أتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الجلسة خفيفة، جلسة تكون مفيدة فيها يعني استفادة من اللحظات اللي عرضت عليكم. أشكركم مرة ثانية على الحضور، شكراً معالي الوزير على الاستضافة، أشكر كذلك الأخ معاذ على الحوار، وشكر خاص أيضاً لفريق العمل اللي ساعدني في هذه الجلسة وخاصة بهذه الصور. شكراً، شكراً لكم جميعاً. طيب عمر، تسمح لنا بناخذ صورة جماعية؟ إن شاء الله، إن شاء الله. تبغون فضل معليش. الصورة لا، الصف الأول. فضل الشيخ. فضل سعد. شباب. لازم يكون موجودين طويل العمر. الله يسلمك. ساعاتك. شباب. مع الشباب. بالعكس، بالعكس ما قصرت.